حول الجدوى من العمل ساعات طويلة في الأسبوع. كثيرون أيضا يمضون عطلة نهاية الأسبوع في البيت وقد تراكم التعب لخمسة أيام. نفتح ملف ساعات العمل والعطلة الأسبوعية بعد اقتراح رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن يقتصر عدد أيام العمل على 4 أيام فقط، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات. هل سيلاقي اقتراحها قبولا؟ وهل ممكن أن تمتد هذه السياسة إلى بلداننا العربية؟ ندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون، حارس الثورة وثائقي جديد يرصد رحلة عودة 3 أجيال من اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم. وفي شباك ثقافة، الأردن وجهة جذب لصناع السينما العالمية وديكور طبيعي ينافس هوليوود. فقراتنا الأخرى متنوعة، نتعرف فيها على عاصفة تهدد لبنان وتحمل اسم لولو وكيف تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ونلتقي إقبال تليلي ليطلعنا على أبرز الأخبار الكاذبة لهذا الأسبوع في شباك أصفر. حلقة جديدة من شبابيك، كل عام وأنتم بألف خير وميلاد مجيد للجميع. تابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم وتأتينا من قطاع غزة، وحرفيات فلسطينيات يحكن دمى الميلاد في جمعية زينة للحرف اليدوية في بيت حانون شمال القطاع. فيديو اليوم يأتينا من معرة النعمان جنوبي إدلب في سوريا، حيث تحول المكان إلى مدينة أشباح بسبب نزوح مئات الآلاف من السكان هربا من القصف المتواصل على المنطقة. في مثل هذا اليوم من عام 1977 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن مصر، حيث التقى برئيس المصري أنور السادات في مدينة الإسماعيلية لإجراء محادثات السلام. وقد آلت المفاوضات إلى توقيع أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل بعد 2 عامين من هذه الزيارة. تشير الدراسات الحديثة أن تقليل ساعات العمل يزيد من الإنتاجية ويؤثر إيجابا على العلاقة بين الموظفين ومدرائهم وبين الموظفين أنفسهم، مما يعزز الطاقة الإيجابية في المؤسسات الرسمية أو الخاصة. لم تشهد المنطقة العربية بعد جدلا حول ساعات العمل أو العطلة الأسبوعية كما هو حال الكثير من الدول الأوروبية. هل يحتاج الموظف إلى هذا العدد من ساعات العمل يوميا لينجز المهام الموكلة إليه، في حين أن الواقع يشير إلى أن الموظف لا يعتبر منتجا إلا لنحو 3 ساعات من أصل 8 ساعات أو أكثر؟ Thank you.
إذن لنضيء على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي، وأيضا أرحب من عمان بأحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك أستاذ أحمد، لماذا هذا الموضوع لم يطرح بعد بشكل جدي في المنطقة العربية؟ يعني ربما لا أحد يتحدث عن ساعات العمل أو العطل الأسبوعية. يعني بداية أبناء المنطقة حقيقة لا تأتي قضية تقليل أيام العمل أو تقليل ساعات العمل أقل من ما هو ما متعارف عليه 48 ساعة أسبوعيا أو يوم أو يومين، لأنه في بعض القطاعات وبعض الدول ما زالت بتعطل يوم واحد في الأسبوع وبعضها الآخر يومين. فقضية تقليلها أكثر من ذلك لا يأتي في باب الأولويات، لأنه ما زال الغالبية الكبرى من العاملين في المنطقة العربية حقيقة يجهدون ويدفعون ثمنا غاليا من أجل احترام معايير العمل الأساسية اللي هي 48 ساعة بالأسبوع، لأنه هناك في أو يوم عطلة واحدة في الأسبوع، لأنه في قطاعات كثيرة حقيقة يتم انتهاك حقوق العاملين وبالتالي لم تأخذ أولوية. يضاف إلى ذلك أنه علاقات القوة داخل المجتمع العربي ما زالت حقيقة غير متوازنة، يعني هذه عادة النقابات العمالية والأحزاب السياسية ذات الطابع الاجتماعي والاشتراكي هي اللي بتنزع نحو حقيقة تمكين الناس من التمتع بحياتهم، كما جاء في تبرير قرار رئيسة وزراء فنلندا الأخير. هذا لا يشكل أولوية، لأن أولويتهم فقط الحصول على ما تتضمنه معايير العمل الدولية من 48 ساعة بالأسبوع ويومين بالأسبوع، وبالتالي هذا موضوع يمكن أن يسمى ترف. وحقيقة هذا موضوع مضحك مبكي، يعني أنه ما زلنا في منطقتنا نجاهد من أجل الحصول على حدود الدنيا من الحقوق، بينما في الدول المتقدمة والدول الأخرى يبحثون عن وسائل أخرى لرفاهية الناس. نعم دكتور يونس، يعني أتوجه إليك بنفس السؤال تقريبا. يعني حكي الكثير وكتب عن أن إنتاجية الموظف في ألمانيا على سبيل المثال أعلى من نظيره في بريطانيا ب 27%، رغم أن العامل طبعا في بريطانيا يعمل ساعات عمل أكثر بكثير من نظيره العامل في ألمانيا. لماذا الدول العربية لم تتجه إلى هذه السياسات، خاصة وأنها ربما الأكثر احتياجا إلى زيادة الإنتاجية؟ تحية طيبة لك ولضيفك الكريم. أظن أنه يعني قبل السؤال على مسألة ساعات العمل في الدول العربية يجب تساؤل عن العمل، لأن المشكلة الحقيقية الموجودة في المنطقة العربية هي مسألة البطالة، هي مسألة التشغيل، وهناك شباب مستعدين للعمل 40 ساعة في الأسبوع. نعم صحيح، هذا موضوع مهم، لكن المهم أن يجدوا مهم فرصة عمل. نعم لأن هذا بالنسبة لهم فرصة هذا موضوع حياة مهم للغاية دكتور، وخصصنا له الكثير من الحلقات. اليوم نتحدث عن ساعات العمل. نعم أعرف ذلك. لذلك فالمقارنة ربما مع الدول الغربية تظل يعني صعبة جدا. بالنسبة للدول الغربية نعتبرها مرحلة الانتقال، يعني مسألة أنه النسق المعرفي الذي أنشئت عليه 8 ساعات في العمل وخمس أيام في الأسبوع أتى بعد الثورة الصناعية، وتحديدا يعني حتى مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع الإسهام الكبير الذي قدمته النقابات العمالية في المنطقة الأوروبية أنذاك، فأتت وكانت موجة للديمقراطية وللتحرر. فكان هناك نسق معرفي ربما نصفه بالنسق المعرفي الصناعي. نعم. الذي يعطي الأولوية للبروليتاريا، الذي يزكي بعض المكتسبات العمالية. نحن حاليا أمام نسق معرفي جديد، اللي هو النسق المعرفي التكنولوجي أو الإبستيمولوجي إن صح التعبير. هناك حالة من الانتقال، هناك أغلب المقاولات اليوم هي مقاولات تكنولوجية، هي أكثر إسهاما. هناك حالة كذلك من المرونة في العمل، الفلكسبيليتي، وموجودة في العديد من الدول في مسألة ساعات العمل أو في مسألة العمل في المنزل بدل من العمل في مكان هذا العمل، العمل عبر الانترنت أو كذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذه تطرح مجموعة من المتغيرات في المستقبل، خاصة على أن بحكم أن المسألة الاقتصادية اليوم يعني هي مسألة مرتبطة بالعولمة، وهناك ارتباط كبير بين الأسواق العالمية، وممكن أن يكون شخص في بلد ما ويعمل مع شركة في بلد آخر. فكل هذه المتغيرات تفرض تغييرا في المرحلة المقبلة. النقطة الثانية هي مسألة الأداء، يعني ممكن أن شخص يعني يشتغل ثلاث ساعات وقد تكون ثلاث ساعات بأداء
أداء أحسن من اشتغاله لست ساعات. نعم. يعني حتى أن النظريات التي أسست عليها مسألة العمل مثلا لا ماسلو ولا نظرية البيروقراطية الفيبر كلها أصبحت متجاوزة حاليا, ونحن لا نتحدث حاليا على مسألة إدارة الموارد البشرية بقدر ما نتكلم عن تنمية الرأسمال البشري. يتم اعتبار الرأس البشر أو المورد البشري كرأسمال في هذه الشركة كمساهم رئيسي شأنه شأن الموارد المالية, ويمكن أن يخلق الفارق. والدليل على أن كل المقاولات التكنولوجية الكبيرة, تحدث مثلا على شركات الجافا جوجل أمازون وأبل وفيسبوك, كل هذه الشركات اليوم العامل البشري هو من يؤتي ومن يعطي القيمة المضافة, هو من يخلق الفارق. هذا يعني هذا الفارق حاليا المرتبط به أو الميزة التنافسية المرتبطة بالعامل البشري تجعل من العامل البشري هو أهم نقطة في هذا السياق. المقارنة التي أجريتها أنت في سؤالك ما بين ألمانيا وبريطانيا هي مرتبطة كذلك بثقافة العمل. أنا سأذكر مثال يعني باختصار في هذه المسألة, هي الحالة التي شهدناها خلال بداية هذا القرن. كان اندماج بين شركة مثلا بين شركة مرسيدس وبين شركة كريزلر, وشهد هذا الاندماج يعني حالة ميرجر شهدت فشل تام, لأنه ثقافة العمل في ألمانيا المبنية على البيروقراطية المبنية على 38 ساعة من العمل المبنية على حالة من الضغط والمثابرة في العمل لم تتوافق مع الحالة الأمريكية اللي مرتبطة بمسألة المرونة, مرتبطة بمسألة العمل حتى في الويكند أو إذا أتيح الأمر بالنسبة للعمال, في حين أن الويكند في ألمانيا وفي الدول الأوروبية هو مسألة مقدسة. يعني هناك اختلافات في مسألة الثقافة. صحيح. لذلك لا يمكن أن نطبق أو لا يمكن أن نعتبر أن النموذج الفنلندي حاليا قد يكون هو الأساس وقد يكون هو قابل للتعميم في باقي الدول الأوروبية. نعم, لو طبق طبعا في فنلندا لو تمت الموافقة علي. أستاذ أحمد, يعني هناك انطباع عام بأن الموظفين الحكوميين خاصة في المنطقة العربية لا يعملون, يعني حتى ساعات العمل إن كانت 6 ساعات أو 8 ساعات فهم لا ينجزون فيها, وبالتالي لا يستحقون الكثير من العطل والإجازات. وكما تحدثت هناك مؤسسات حتى اليوم تعطل فقط يوم واحد في الأسبوع. هل هذا الانطباع صحيح برأيك؟ دقيق؟ فيه شيء من الصحة؟ أتفق معك وأتفق مع الذين أطلقوا هذا الانطباع حقيقة وروجوه نسبيا, لأنه هناك بالتأكيد في بعض في عاملين في القطاعات العامة في المنطقة العربية كفؤين وأدوا أعمالهم بشكل ممتاز, وهناك أيضا عاملين لا يقومون بهذا الدور. أنا تقديري المشكلة لا تكمن في العامل نفسه, الموضوع مرتبط بفعالية نظم الإدارة التي تقوم بالتخطيط وإدارة العاملين في القطاع العام. هذا جانب. جانب آخر مرتبط بقضايا العدالة وكيف يتم تعيين الموظفين وكيف يتم ترقيتهم. وللأسف الشديد في منطقتنا غالبية الوظائف الإدارية العليا وما دون والوسطى تتم بأساليب لا تعتمد على كفاءة الموظف, وبالتالي بصير معنويات الموظف منخفضة وبالتالي أداؤه بيتراجع, وهذا ينطبق على غالبية الدول العربية وغالبية العاملين. أيضا هذا مرتبط أيضا بطبيعة القطاعات التي يقوم العمل فيها, يعني قطاع الصحي بيختلف عن قطاع الخدمي, بيختلف عن قطاع التعليم, بيختلف عن قطاع النقل. صحيح. وبالتالي هذه القطاعات تتطلب أساليب إدارية مختلفة وتتطلب مهارات مختلفة. قضية أخرى لها علاقة بهذا الموضوع لها علاقة بالتعليم. هل نظامنا التعليمي في المنطقة العربية أو نظمنا التعليمية المختلفة في الدول المختلفة بتهيئ العامل أن يذهب ويؤدي أداء ذو فاعلية عالية؟ نعم. أنا تقديري قليلة هي الأنظمة التعليمية في منطقتنا العربية اللي بتقوم بذلك. يتم تأهيله من العمل بالقطاع العام على اعتبار القطاع العام ما في أداء, ما في شغل, ما في نعم. ومعظمهم يدرسون على واسطة. نعم, يدرسون فروع طبعا أو اختصاصات لا يعملون في مجالها لاحقا, وبسبب الوساطة أيضا ربما هناك تقصير في العمل في المؤسسات الحكومية. أعود إليك دكتور يونس, يعني تحدثت عن مسألة البيروقراطية وأيضا أنت في باريس وساعات العمل في فرنسا ربما أقل من بلدان أوروبية أخرى, بس بدي أسألك بالعموم لماذا يعني هذه العقلية بأنه الموظف عليه أن يداوم مثلا يوميا 8 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات حتى وإن كان قادرا على إنجاز المهام الموكلة إليه بساعتين أو 3 ساعات؟ يعني شو الفكرة من وجوده لوقت معين بالشغل حتى وإن كان قد أنجز عمله؟
هي ربما مرتبطة بالتاريخ، لأنه مثلا في الحالة الفرنسية اللي هي حالة يعني بيروقراطية بامتياز على جميع المستويات والأصعدة، ويبدو ذلك ليس فقط في ساعات العمل ولكن حتى من في طريقة العمل، في كيفية العمل، ارتباطها بالمسألة الورقية، ارتباطها بمجموعة من الأمور تجعل أن بيروقراطية. حضور الموظف هو بمثابة يعني بمثابة عمل، بمعنى أنه هي راجعة أولا لسببين رئيسيين، لأنه الثقافة السائدة أنه كانت هذه أسس أنا قلت بعد الحرب العالمية، فلذلك هي ثقافة ربما عسكرية أنشأتها الحالة العسكرية وحالة الحرب التي كانت آنذاك تفرض واقعها عند إنشاء القطاع العام. والنقطة الثانية على أن الاقتصاد الفرنسي بني على فكرة الاقتصاد على القطاع العام في البداية، واستمر حضوره لحد الساعة. يعني القطاع العام يعتبر من بين القطاعات المهمة في فرنسا، وهو رائد، ربما لديه المونوبول، لديه يعني ساحة السوق بأكملها في بعض القطاعات. مثلا إذا أخذت قطاع النقل هو كله قطاع عام، إذا أخذت مثلا قطاع الطيران هو كله في فرنسا قطاع عام، قطاع البريد هو كله قطاع عام. هذا الأمر لا يمكن أن نجده مثلا في دول أخرى في الحالة الأنجلو ساكسونية، لا في بريطانيا ولا في كندا ولا في الولايات نعم دكتور المتحدة يونس، الأمريكية. نعم لذلك هي الإسهام اليوم نعم دكتور يونس، سنكمل هذا النقاش، أتمنى أن تبقيا معنا للمزيد حول عدد ساعات العمل وتأثيرها على الإنتاجية. نتوقف مع تقرير أعدته رانيا الدريدي حول تفاوت عدد ساعات العمل في بعض البلدان العربية والعالم، نتابع ثم نعود لنستكمل النقاش. تختلف ساعات العمل من دولة إلى أخرى حول العالم، فنجد أن عدد ساعات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ينخفض مثلا مقارنة مع الدول العربية، وهذا كله مرتبط بقانون العمل والعمال الذي تحدده كل دولة، وأيضا يرتبط إلى حد كبير بنوعية الوظيفة. منظمة العمل الدولية ووفق تقرير لها عدت آسيا القارة التي تضم الكثير من العمال ممن يعملون أطول ساعات في العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط حيث تعد المعايير القانونية لعدد ساعات العمل مفتوحة، فهناك 8 من بين 10 دول تسمح لعدد ساعات العمل الأسبوعية أن تتجاوز 60 ساعة. في القارة السمراء نجد أكبر عدد من الدول التي يعمل ثلث القوى العاملة فيها أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وتبلغ تلك النسبة في تنزانيا على سبيل المثال 60% من القوى العاملة. أما فيما يتعلق بمعدلات الإنتاجية في العالم العربي فعادة ما توصف بأنها من أقل المعدلات في العالم، حتى أن دراسة للاتحاد العام للتنمية البشرية تعود لعام 2013 حذرت من أن ساعات العمل الحقيقية للعامل أو الموظف العربي تتراوح في المتوسط بين 18 و25 دقيقة في اليوم. وفي تفاصيل هذه الدراسة أشار الاتحاد إلى أن متوسط إنتاجية العامل المصري 30 دقيقة في اليوم، والجزائري 22 دقيقة في اليوم، والسودانية 20 دقيقة في اليوم. وبالعودة إلى عدد ساعات العمل وفق كل بلد عربي، نجد بلدا مثل تونس تفرض فيه مجلة الشغل أن لا تتجاوز ساعات العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع، ويمكن التخفيف في هذه المدة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع. في الأردن أيضا لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون مثل أعمال الجرد السنوي وأعداد الميزانية وغيرها، ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة، وهذا بناء على المادة 56 من القانون. في فلسطين يعتبر الحد الأقصى لتشغيل أي عامل في اليوم هو 9 ساعات، كما لا يجوز أن يتم تشغيل العامل لأقل من 5 أيام. وأختم بإحدى دول الخليج، ففي قطر مثلا لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على 8 ساعات يوميا و48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال البالغين، وذلك باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية عن 6 ساعات يوميا و36 ساعة في الأسبوع. شكرا لرانيا دريدي على هذه المعلومات. أعود إليك أستاذ أحمد، قد إيه يعني إنقاص ساعات العمل والحصول على عطلة أسبوعية يعني تمتد ربما ل3 أيام، قد إيه أيضا ممكن ليس فقط يساهم في الإنتاجية لكن أيضا يساهم في تحسين الاقتصاد، اقتصاد الدول، خاصة وأنه ربما ينشط السياحة الداخلية وإقامة مشاريع من هذا النوع؟ معروفين نحن بالمنطقة العربية أننا
يعني ما بنخطط اشياء لا لعطله نهايه الاسبوع ولا للاجازات الصيفيه او عطل الربيع الى اخره. يعني مختلف الدراسات الميدانية التي أجريت على علاقة ساعات العمل وتخفيضها بإنتاجية العاملين حقيقة أثبتت الفرضية اللي بتقول بأنه تخفيض ساعات العمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية من جانب، ومن شأنه أن يقلل كلف والنفقات في المؤسسات سواء كان في استهلاك الكهرباء أو البنى التحتية أو حتى في رفع معنويات العاملين أو في تقليل الإجازات المرضية أو الإجازات الطارئة اللي بتنتشر في غالبية دول العالم. وبالتالي هناك علاقة إيجابية بين تقليل ساعات العمل وبين زيادة الإنتاجية، ولكن إذا كنا واقعيين أكثر وذهبنا، هذا يختلف من قطاع إلى قطاع ويختلف من بنية اقتصادية إلى بنية اقتصادية. بالتأكيد الدراسات أجريت غالبيتها على دول متقدمة، اقتصادياتها متقدمة، ولم تجرى على دولنا ودول العالم الثالث أو الدول الضعيفة اقتصاديا في بناها. لذلك أنا بعتقد أنه كل اقتصاد بيختلف عن غيره من حيث هذا الموضوع، وكل قطاع اقتصادي بيختلف، لأنه قطاع الصحة كيف بده يداوم 6 ساعات أو 5 ساعات، كيف بده يعطله 3 أيام بالأسبوع، لازم يكون 24 ساعة، قطاع النقل إلى آخره. لذلك يجب أن ننظر بمنظور شمولي، أن تكون الخدمة بجودة عالية وأن نوفر شروط عمل لائقة للعاملين، وأن بالضبط يعامل كل قطاع ربما بشكل منفصل. دكتور يونس سأعود إليك، لكن أيضا كاميرا العربي استطلعت آراء بعض المغربيين حول ارتباط الإنتاجية بعدد ساعات العمل. نتابع هذه الإجابات ثم نستكمل النقاش. الاعمال الحره كاينين الناس دابا اللي مساكن كاع كيدخلوا في مشاريع صحيحه وتيخسروا عليها فلوس صحيحه، ومن بعد ما تيصدقش ليه هذاك العمل. شكرا. وكثير شي في هذا الشيء دابا ديال الانسان يلا تيبدا وهذا تيتبعوا ضرائب كيتبعوا. دابا ولا الانسان حتى ملي كيبغي يدخل لشي مشروع تيولي تيفكر واش يصدق ليه ولا ما يصدقش، وفي اغلب الاوقات ما يقدر ما بالنسبه لهذا الوقت هذا. كتكون الخدمه بزاف كتكون شويه، يعني الصالير كيبقى محدود، مثلا عندك 80 درهم كتبقى 80 درهم، عندك 100 درهم كتبقى 100 درهم، تقدر تزيد ساعه جوج تبقى مثلا معطل، مي الصالير شيبقى هو. تقدر الا كنتي خدام مثلا بريك وشديتي بوحدك ديك الساعه كيقدر يكون عندك الدخل شويه مزيان. كانت الخدمه كثيره غتكون المردوديه كاينه، ما كاينش الخدمه ما كاينش المردوديه، راه ما كايناش الخدمه. انا كيبان لي اللي اشتغلت اكثر مثلا كيكون من طبيعه الحال يكون المردوديه اكثر. مثلا بالنسبه للفلاح راه قد ما عطى في مثلا غرس شي حاجه هذا راه يعطي من توجيه، بحال عاوتاني في الدراسه قد ما خدمتي مزيان قد ما كتعطي، وفي عكس داك الشيء عاوتاني في البطاله، البطاله عاوتاني لما خدمتيش مزيان راه ما تعطيش، يعني قد ما خدمتي قد ما خدمتي قد ما كتعطي. من واحد الناحيه الا كان الانتاج اكثر يعني كتكون واحد المردوديه على مستوى الفرد والجماعه، وكاين هي تو سامبلومون فهمتي الا جيتي تفكر فيها، يعني قد ما خدمتي بزاف راه غادي يكون عندك واحد المردوديه، يعني تكون عندك واحد المنفعه دي بينيفيس شحال من حاجه. وكاين شي واحد فهمتي كيقول لك ان راه لا راه تيخدم وكذا وهذه، وكيكونوا فهمتي تيقول لك ما كاينش نتيجه وكذا وهذه، ولكن بالعكس انا الراي ديالي انه هو قد ما خدمتي قد ما كانت المردوديه تترجع لك زوينه وصافي. حنا بالنسبه لنا دابا حنا كنخدموا في واحد الشركه في السوسيتي، عندنا الصالير محدود، ولو تكون خدمه كثيره عندنا ذاك الصالير اللي هو اللي عندنا محدود فهمتي، وانما بحال الشركه الا كان عندها خدمه كثيره راه ضروري كيكون زايد في المردوديه ديالها فهمتي. اما حنا بالنسبه لنا خدامين حنا في الشركه عندنا واحد الصالير اللي هو محدود، ولو تكون كثيره ولا قليله الصالير اللي عندك هو اللي كاين. اذا كانت هذه ابرز التعليقات التي رصدناها لكم من المغرب، الى ان النقاش مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبامكانكم مشاركتنا الحوار وسنستعرض ابرز التعليقات التي ستردنا بعد قليل. اعود اليك دكتور يونس ايضا، اذا بحب اسمع رايك حول العلاقه بين يعني عدم اثاره هذا الجدل في المنطقه العربيه وبين عدم توفير الحكومات العربيه لاي ربما حياه ثقافيه وفكريه وترفيهيه ايضا للمواطنين، وبالتالي المواطن العربي لا يجد نهايه الاسبوع شيء مفيد
يعملوا إلا زيارة المول أو البقاء في البيت أو زيارة الأقارب؟ يعني هناك أولويات في المنطقة العربية بحكم أنه الاقتصاد العربي يعني اقتصاد هش نسبيا وليس بالاقتصاد القوي، لكن في نفس الوقت لا أريد أن أعطي يعني نزعة تشاؤمية وأقول أنه الغرب يعمل وما يقام في الغرب وأقارن مع الدول العربية. ما يهم حاليا ربما في المنطقة العربية أنه هناك نقلة نوعية بحكم أنه ديموغرافيا الشباب هم يعني هم الطبقة الأبرز في السكان العرب، عندهم نزعة للعمل في القطاع الخاص وهذا لم يكن سابقا، لأنه سابقا كان دائما نزعة العمل في القطاع العام بحكم التأمين الاجتماعي وغيره. اليوم صحيح. هناك يعني رغبة كبيرة عند الشباب العربي للعمل في القطاع الخاص وخاصة في الملتي ناشونال في الشركات المتعددة الجنسيات بحكم كل ما تقدمه من إغراءات على المستوى صحيح إغراءات على المستوى المادي وحتى على المستوى المعنوي. النقطة الأخرى وما يمكن أن نصفه بتوصيات إن صح التعبير هي مسألة ريادة الأعمال، قد تكون يعني مسألة جد مهمة في المنطقة العربية الانتربرينورشيب، لأنه هذه سوف تخلق فرص للشغل، سوف تعدد من مكتسبات الطبقة العاملة. وربما النقطة اللي هي ربما الحلقة الأضعف في صح التعبير ارتباطا بمسألة ساعات العمل هي المسألة الصحية. يعني ليس هناك اهتمام في المنطقة العربية بصحة العامل، لا الصحة الجسدية ولا الصحة النفسية، لأنه مثلا في الحالة مثلا الفرنسية في القانون العمل ينص العمل على مسائل مرتبطة بالبيرن أوت بالستريس بإجازة تعطى سنويا للعامل مرتبطة بهذه المسألة الصحة النفسية بوجود كذلك طبيب، وهذا مسألة ضرورية في كل مكان للعمل. فهذا أنا أظن باعتباري أنا أعتبره يعني تحدي مهم بالنسبة للمقاولات وبالنسبة للشركات وبالنسبة حتى للقطاع العام العربي إن صح أن يرفع من مردودية. نقطة أخرى هي مسألة الموتيفيشن، هي مسألة التحفيز، وهذه مسألة جد مهمة، لأنه اليوم خاصة في القطاع العام العربي لو سواء كان التعليم أو الصحة أو حتى الأمن، يعني هناك غياب تام لمسألة الموتيفيشن، وهذا يخلق حالة ربما يعني يمكن نصفها بالفساد الإداري، لأنه سواء الوصاية ولا الرشوة أو غيرها من الممارسات هي كلها نتاج لمنظومة عمل فاسدة إن صح التعبير، منظومة عمل لا تضع الإنسان هو في قلب الاهتمامات، ولكن تضع غاية العمل أو مسألة التواجد أو الحضور أهم من الحلقة البشرية، وهذا يعني نقاش طويل على مستوى التحديات التي تهم الاقتصاد العربي. وأظن أنه لا يمكن أن يعني تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد العربي وأن يصبح أكثر إنتاجية وأن يصبح أكثر تقدما إذا لم يتم الاهتمام بالرأسمال البشري. نعم دكتور يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض وكنت معنا من عمان. فاصل أول مشاهدينا تتابعون بعده. يسقط حكم المصرف يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، التفاصيل في شباك هاشتاغ بعد قليل. ونتعرف على رحلة عودة ثلاثة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم التي رحل أو أجبر أهلهم على الرحيل عنها عام 1948 في شباك الفنون. هل منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإيغور المضطهدين في الصين الجنسية التركية؟ إقبال تليلي وفينا بالإجابة في شباك أصفر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى شباك هاشتاغ. ويأتينا اليوم من لبنان مع مراسلنا علي رباح. مساء الخير علي وأهلا بك. إذا نبدأ مع الهاشتاغ الأول حول العاصفة لولو التي ضربت لبنان أو ستضربه خلال أيام، ما عندي المعلومة بشكل دقيق، وردود فعل إذن رواد وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع.
نعم، مساء الخير ديما. بالفعل اجتاحت لولو لبنان قبل ساعات قليلة، واجتاحت معها أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. الثلوج الآن تتساقط على ارتفاع 1600 متر. قبل قليل كان هناك فيديوهات لأناس محاصرين في على الطرقات الجبلية. أيضا الموج كان مرتفع علو 6 أمتار و8 أمتار في بعض الأماكن، وهناك بعض التصدعات في حيطان الشاطئ في بيروت. مع هذا الهاشتاج لولو نبدأ مع تغريدة للناشط عبد الله البعلبكي، قال فيها ساخرا ان الطبقة السياسية اضعف من ان تواجه عاصفة اسمها لولو، وارفق التغريدة بصورة لحائط في كورنيش عين المريسي في بيروت انهار من قوة العاصفة. بدوره الناشط شادي نشابة نشر صورة الحائط المنهار مع تغريدة قال فيها لولو تقصف متعهدي كورنيش عين المريسي. طبعا هذه التغريدة تأتي في ذروة الحديث عن الفساد في لبنان، فساد الطبقة السياسية كما يقول الحراك الشعبي، وأيضا فساد متعهدي البنى التحتية، وهذا ما يظهر مع كل عاصفة. ننتقل إلى تغريدة أمية التي نشرت صورة لأمواج البحر تعلو العلم اللبناني، وعلقت عليها بالقول أنا لولو فاحذروني. نعم ديما، هذا بخصوص وسم لولو. نعم علي، وننتقل إلى الوسم الثاني أو الهاشتاج الثاني، وهو كان عاما مليئا، أي أن اللبنانيين يكتبون عما جرى طبعا خلال العام الماضي، أهم الأحداث التي عاشوها. بالضبط ديما، يعني قرر اللبنانيون أن يستذكروا عامهم الذي يعني ينتهي بعد أيام باستذكار المواضيع والأحداث التي كانت في البلد هذا العام. نبقى مع تغريدة لمايا منقارة التي استذكرت الانتفاضة الشعبية، فكتبت كان عاما مليئا بكلهم، يعني كلهم نسبة إلى الشعار الذي رفعته الانتفاضة. وطبعا هذا يعني هذا الشعار الذي رفض أن يميز بين زعيم وآخر. أما نيفين فكتبت كان عاما مليئا بغياب الدولة وارتفاع صوت المحرومين على أمل أن يكون العام القادم أفضل. بدورها زينب كانت أكثر تشاؤما، إذ قالت كان عاما مليئا خلي عندك أمل بكرة بيتحسن الوضع، وخلصت السنة وظل الوضع على حاله وبدل ما يتحسن رجع لورا إلى الخلف. طبعا هذا الهاشتاج أيضا يعني ينشط الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستمر للأيام المقبلة حتى انتهاء السنة. نعم ديما. نعم علي، وإذا نختم بموضوع ربما يعني أتمنى أن يحمل بعض التفاؤل، وهو أجواء عيد الميلاد في لبنان. هل هي أجواء بعض الشيء حماسية على الأقل من أجل الأطفال يعني؟ نعم، يعني هلا الأجواء في الشارع لا تشبه أجواء الأعوام الماضية، ربما للأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، أيضا الثورة الشعبية كما يفضل هنا المتواجدين في الساحات تسميتها. ولكن يعني شارك معظم اللبنانيين بهذا الهاشتاج. كتبت نوال مدللي على موقع فيسبوك قائلة شجرة بادية فحص وأمهات تزينت بأسماء أولادهن الذين حرمنا من رؤيتهم بسبب الظلم والقوانين الجائرة التي تمنع الأم من حضانة أطفالها، وذيلت المنشور بهاشتاج ميلاد مجيد الحق بالحضانة قانون الأحوال الجوية. بدوره علي نشر صورة لبابا نويل يقاوم في فلسطين، وعلق عليها بالقول سنصلي في القدس ميلاد مجيد.
أما بشير فقال إن شاء الله ينعاد عليكم بلا الطبقة السياسية، والسلام والخير والصحة والازدهار بيجوا لحال تلقائيا. يعني ديما كان واضحا أن كافة الهاشتاجات حتى المتعلقة بالأحوال الجوية والعاصفة لولو وباستذكار الأحداث التي شهدتها لبنان وحتى عام مجيد بمعظمها هي سياسية بحت، طبعا في ظل ما يعيشه لبنان في هذه الأيام. نعم نعم، بكل تأكيد علي، يعني كل عام وأنت بألف خير وعائلتك ومن تحب وكل اللبنانيين، ونتمنى سنة يعني سالمة لكم. شكرا جزيلا لك. حارس الذاكرة وثائقي جديد للمخرجة الفلسطينية سوسن قاعود تسلط فيه الضوء على مبادرة شخصية لشاب يصطحب بعض اللاجئين من ثلاثة أجيال في رحلة إلى قراهم التي رحل أو أجبر أهلها على الرحيل عنها عام 1948. نتابع مقطع من الفيلم ومن ثم نستضيف المخرجة. هذه دار حدارنا، دار جوزي. هذيك وين شجرتين الفوق؟ الكزال المي وين لحاله؟ مش على راس الجبل اللي تحت هاي. شوف بيك هم لون ازرق. مسكونة. يعني هلا انت خالتي ايهاب متأكدة انه سكنوا فيه بعد 48 يهود، واليهود هم باعوه للحكومة. احنا كانوا احنا هربنا هريد كانوا يدقوا ويتخطقوه. صحيح. أحمد شاكين إنه هذا أبوه، بس هاي الصورة من سنة 30 كل ماتوا، خالتي وأبوه بعرفش الباقي. وتنضم إلينا من رام الله سوسن قاعود المخرجة الفلسطينية. مساء الخير سوسن وأهلا بك ومبروك يعني الفيلم. ما بعرف إذا عم تسمعيني منيح. أهلا وسهلا، بس أنا للأسف في خلل فني بسيط، يبدو لي أني مش سامعتكم كويس. أوكي، أتمنى يعني أنه ما بعرف أن نتدارك هذا الخلل. طبعا أود أن أبدأ بالحديث عن فيلمك الجديد والذي يوثق هذه الرحلة أو يوثق مبادرة الشاب طارق البالغ من العمر 33 عاما. يبدو أن نعم، نتابع إذن مشاهدينا هذا المقطع من الفيلم ريثما نتدارك المشكلة. إذن سوسن أعتقد أننا استعدنا الاتصال معك. مبروك يعني طبعا إنجاز هذا الفيلم حارس الذاكرة. الذاكرة ربما اليوم هي أو كانت دائما هي أهم ما يمكن للأجيال أن تصونه وتنقله للأجيال الأخرى. لماذا يعني أثار اهتمامك هذا المشروع تحديدا وهذه المبادرة التي قام بها الشاب طارق؟ أول إشي بحب أشكركم، بحب أشكر التلفزيون العربي على هاي الاستضافة. الحقيقة يعني فكرة الفيلم والمبادرة اللي قام فيها طارق بكري بظن إنها بتهم كل فلسطيني، لأنه كل فلسطيني منا بعد نكبة 48 بشعر إنه لاجئ، بدور على حاله، بدور على ذاته. فأهمية المبادرة الفردية اللي قام فيها طارق بكري كحارس ذاكرة، وأنا أعطيته هذا المسمى لأنه بتأمل إنه كل فلسطيني فينا يكون حارس ذاكرة مثل ما قدر يعمل طارق. فمن خلال كان طارق دائما يعني ينزل على السوشيال ميديا قصص وصور كنا وما زلنا، وانا كثير يعني حسيت
حسيت أنه في جزء مني ببحث عن ذاتي، ببحث من وين أنا. فعشان هيك اهتميت في هذا الموضوع وحبيت أني أرافق طارق والفلسطينيين وشخصيات الفيلم للبحث عن قراهم وبلدهم وتاريخهم وجذورهم. نعم، وقد كان صعب جمع ثلاثة أجيال طبعا قادرة على العودة أيضا ممن يمتلكون جوازات سفر طبعا أجنبية أو تابعة للبلدان التي لجأوا إليها؟ هو الحقيقة كل فلسطيني بيحلم بحق العودة، بيحلم أنه يرجع هون. ويعني ممكن هي تشجيع طارق بكري كباحث وتشجيعه لفلسطينيي الشتات أنهم يرجعوا على فلسطين، وكأنه في هذا الفيلم فتحنا بوابة العودة للفلسطينيين وقلنا لهم تعالوا إحنا جايين عشان نساعدكم، ناخدكم، نبحث معكم في محاولة لأنه نتذوق طعم العودة معكم ونعيشها لولا لحظة. يعني بعرف انه هالقد الالم يعني كبير لكل واحد فلسطيني هجر من ارضه، بس احيانا كثير ممكن هذا الالم يتحول لفرح وممكن يتحول لامل بانه يثبت وجوده في هاي الارض ويثبت وجوده بحق العوده. نعم سوسن، ايضا قد ايه اهميه الفيلم بانه ياتي في مرحله بالضبط كما قلتي الحديث عن حق العوده يتفاعل من جديد بين الفلسطينيين وبين الشعوب العربية بشكل عام، لكن أيضا ربما فيه إجابات على ردود فعل غاضبة من كثير من المجتمع الفلسطيني خارج فلسطين طبعا ضد من يعود بجواز سفر إن كان أجنبي أو يتيح له العودة بحجة أن الختم الإسرائيلي موجود على جواز السفر. هو الحقيقة يعني بالآخر هو راجع لأرضه، يعني هو مش راجع، يعني هو راجع على فلسطين. وبفكر يعني من مبادرة طارق البكري ومن مبادرة كثير من المتطوعين الفلسطينيين اللي بيساعدوا هدول اللاجئين إنهم يرجعوا، سواء من فلسطينيين الشتات أو من الفلسطينيين الموجودين في المخيمات الفلسطينية في فلسطين. فالفكرة هون إنك أنت بتثبت حقك، أنت مش بس بتثبت حقك، إنك أنت هون تتحدى الاحتلال. إحنا على فكرة يعني المهم في هذا الفيلم هو الانتصار على الوضع القائم. يعني أنا ما بشوف فيها يعني أي نوع من التطبيع، بشوف فيها حق. يعني أنت كفلسطيني راجع تدور على حقك في أنك تقعد في هذه الأرض، أنك تشوف بيتك من بعيد، أنك تحاول تسترجع ولو للحظات الحكاية اللي حكتها جدتك وتأخذ شوية تراب معك تحطهم على قبرها. فيعني الموضوع هالقد إنساني والموضوع حق، ما في جدل يعني. نعم. بالعكس هذا الموضوع هو انتصار. نعم بالتأكيد، يعني سوسن جميل إثارة الجدل حول هذا الموضوع فنيا وسينمائيا خاصة. قلت في إحدى اللقاءات الصحفية إن أهمية المبادرة الفردية في يعني تقوم بعمل إنجاز كبير، هل هو ربما المبادرة الفردية الصغيرة التي قامت بهذا الإنجاز المهم، أم أنه تقصير أيضا إن كان الحكومات أو المؤسسات الكبيرة في هذا المجال؟ يعني أنا كمخرجة وكفنانة بطلع على الأشياء يعني بطلع بمنظور آخر، بطلع إنه كل واحد فينا وكل فلسطيني بحاول يدور على يضمت جراحه أو يعني يدور على حلول بالنسبة إنه يحلها بموضوع عمله. فأنا كمخرجة بحاول من خلال الأفلام حاول أعالج الألم الموجود جواي، وكل فلسطيني فينا بتخيل عنده مسؤولية مجتمعية، وهون أنا بركز على المبادرة الفردية. وفعلا في هذا الفيلم أنا بفكر قوته ونجاحه كان بالمبادرة الفردية وقديش قدرت تأثر على الجماعة. فكل فلسطيني بفكر إذا شاف هذا الفيلم رح يحس بمسؤولية تجاه فلسطين، وممكن إحنا أكيد كفرد أنا بحاجة أن أغير وكحكومة بحاجة أنها تغير، بس مش معنى هذا أنه أنا أظني أستنى كفرد أنه الحكومات تحل قضيتي. لا، أنا ممكن أغير كفرد مثل ما عمل طارق ومثل ما قدرت
أنا أعمل كمخرجة، وكثير من الفلسطينيين بحاولوا يعملوا هذا من خلال عملهم، خاصة أنه أسهل ربما يعني أسرع من انتظار الحكومات لتحل القضايا قضايانا. سوسن، بدي أسألك قدي كان صعب على المشاركين في فيلمك يعني أن يقوموا بهذا الدور الثنائي، هم أبطال مبادرة طارق وأبطال ذاكرتهم عن المكان وبنفس الوقت أبطال فيلمك؟ الحقيقة يعني أنا كنت حريصة جدا أنا وطارق إنه ما يكونوا الشخصيات يشعروا إنه في حدا عم براقبهم أو في حدا عم بلاحقهم. يعني أنا ضد إنه يعني حتى من بطريقة البحث كنا نحاول إنه نرافق الشخصيات ويا إما يتقبلونا أو لا. أنا بحكي عني كمخرجة، فأحيانا كتير كنا نرافق الشخصيات إذا ما تقبلوا التصوير وما تقبلونا ما كنت أكمل معهم، لأنه كتير كان مهم إنه يكون هذا الفيلم هو قصة حقيقية بعيدة عن أي يعني أمور شكلية. فالشخصيات كانوا مش شاعرين إنه في كاميرا موجودة، وما كانوا شاعرين إنه هم أبطال لا لفيلم ولا لطارق، كانوا بس ببحثوا عن ذكرياتهم، ببحثوا عن أرضهم، ببحثوا عن تاريخهم، وهي كانت السعادة الحقيقة. وإحنا كمان كنا نعيش هاي اللحظات معهم كفريق عمل. يعني أنا كان عندي صعوبة أحيانا إني أفصل حالي كسوسن المخرجة ولا سوسن الفلسطينية اللي في هذا الوقت لازم يعني أتعاطف مع الشخصية وأنسى حالي شوي. فيعني هذا هو الحال كان بصراحة. نعم جميل. سوسن، أنت اخترتي أن يكون العرض الأول للفيلم في فلسطين في الداخل، كيف كانت ردود الفعل حوله؟ الحقيقة كان العرض الأول في فلسطين في مدينة رام الله. كان مفاجئ إلي إنه بالعادة الأفلام الوثائقية يعني ما بيكون فيها حضور كتير كبير. كانت القاعة ممتلئة وكان الجمهور يعني في منهم واقفين وكانوا كتير سعيدين في هذا العرض. أنا أفكر إنه كان مهم إلي إني أعرض أول عرض في فلسطين، لأنه بالعادة الأفلام إحنا بنحاول نعملها عالمية، بس أنا حسيت وبشعر ولازلت أشعر إنه هذا الفيلم هو فيلم كل فلسطيني، فكان مهم إلي الانطلاق بهذا الفيلم من فلسطين بعدها يعني يكون عالمي. فكنت سعيدة جدا بردود الفعل، لأنه كل فلسطيني كان يحط حاله محل الفلسطيني اللي عم بيشوفه بيرجع على أرضه وبحاول يثبت حقه. نعم سوسن قاعود المخرجة الفلسطينية كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك وبالعودة للجميع إن شاء الله. ونبقى في فلسطين وخيوط، وهو أول فريق مسرحي لعرائس الماريونات في قطاع غزة أسسه مهدي كريرة الذي امتهن صناعتها منذ سنوات في معمل صغير داخل بيته. الفريق يحاول حاليا إحياء هذا الفن المسرحي بعروض اجتماعية وسياسية مختلفة لا تبتعد عن واقع القطاع المثقل بالهموم اليومية. بين المدارس والمراكز الثقافية يتنقل هذا المسرح من مدينة إلى أخرى ليقدم عروضه الخاصة بدمى الخيوط المعروفة بعرائس الماريونيت. على هذه المساحة الصغيرة من المسرح تعرض قضايا اجتماعية محلية متشابكة تتحدث عنها هذه الدمى بطريقة كوميدية أحيانا وأخرى ناقدة للواقع الذي يعيشه الناس في قطاع غزة. ياسمين وجهاد تعملان منذ أشهر مع فريق من 8 فتيات على صناعة هذه الدمى في معمل صغير. بالنسبة لهما هذه ليست مجرد دمى، فهي تعني لهما الكثير. نقعد احنا كفريق كلنا بنصير نقرا النص، بنصير نحدد ايش الشخصيه ممكن يكون ملامحها. في ملامح بتكون مثلا للشخص الشرير، للشخص الطيب، للشخص الحنون، في بتكون ملامح معينه. بصير ارتباط كتير يعني قوي ما بيننا وما بين الدميه كانها حدا من اولادنا. بنخاف عليهم انهم يوقعوا ينكسروا يصير فيهم اشي. هنا المواد متوفرة في غزة مش زي برا طبعا. هنا احنا بنحاول من المواد الموجودة عندنا من عادة تدويرها، يعني من البلاستيك، العجين، الورق، يعني الخيطان البسيطة. هنا مهدي يعد أول صانع لعرائس الماريونيت، استطاع خلال أشهر تشكيل أول فريق مسرحي لهذا الفن الشعبي القديم،
الدمى التي يصنعها تتراقص على واقع صعب تتشابك فيه العادات والتقاليد المجتمعية. احنا اشتغلنا على القضايا المجتمعية كتير، على الحق في التجمع السلمي، على الخرس الاجتماعي، اشتغلنا على موضوع التنمر عند الأطفال، اشتغلنا على الحق في اللعب، اشتغلنا على موضوع الأمن والسلام ونشر السلام ونشر الحب من خلال عرض ياسمين، اشتغلنا على حق المرأة في الميراث. العودة لدور المسرح ومكانته في ظل وسائل الترفيه المعتادة كالتلفاز والإنترنت شيء قد لا تدركه هذه الدمى، لكنه بالنسبة للفريق تحد سيواجهونه مع كل عرض جديد لهم. تجربة واحدة من هذه الدمى تعطي شعورا مختلفا عن مشاهدتها، فهي تدفع صانعها إلى الاندماج معها كأنهما شخصية واحدة، فيعبر ويقول عما بداخله بطريقة ما، فلا غرابة أنها تشد الكبار كما الصغار. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة. شبابيك متواصل معكم مشاهدينا وفيه بعد قليل. الأردن وجهة جذب لصناع السينما العالمية وديكور طبيعي ينافس هوليوود. التغير المناخي يهدد واحات المغرب بالزوال. الجنود المجهولون وراء مهرجان الصين الدولي للجليد في شباك الدنيا. أهلا بكم جديد مشاهدينا. استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي السؤال التالي: هل يزداد معدل إنتاجنا مع رفع ساعات العمل؟ نتابع أبرز هذه الآراء. محمد يقول لا بل ينخفض، لذلك تقوم الدول الإسكندنافية بتقليص دوام العمل إلى 6 ساعات يوميا وأربعة أيام في الأسبوع، طبعا يقول ساخرا. وأحمد لا طبعا، بدون سخرية. ومحمد بالطبع علاقة عكسية، كلما قلت ساعات العمل زادت الإنتاجية والإبداع. ومشارك يعتقد أنه يزيد معدل الإنتاج مع زيادة الراتب والمكافآت فقط. ومحمد لا توجد أي علاقة بين الإنتاجية وعدد ساعات العمل. وليد فقط إذا زادت معدلات فترة الراحة وجودتها والغذاء الصحي المنتظم والصحة النفسية. ونختم مع حاتم: حسب طبيعة العمل، إذا كان مريحا يستطيع الإنسان أن يكمل بنفس الكفاءة، والعكس إذا كان عملا شاقا. المشاركين كلهم من الذكور، لأن النساء عم بيشتغلوا هلأ ما عندهم وقت يجاوبوا على مواقع التواصل. إذن كانت مشاهدينا هذه أبرز تعليقات اليوم. شاركونا آراءكم كل يوم عبر منصات التلفزيون العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا جزءا دائما من النقاش. تذوب فيه ملامح من سكنوه قبل 6 قرون مضت، عاشت فيه بنت السلطان والجارية سيدة القصر، ولجأ إليه ثوار القاهرة المنتفضين ضد المحتلين الفرنسيين، كما احتضن كنزا ذهبيا كبيرا. ذلك البيت يعرف باسم زينب خاتون، عرفت جدرانه قصصا وأسرارا تزاحم للآن الجامع الأزهر، مؤرخا لأبرز أحداث حقبتي المماليك والعثمانيين. ونسب إلى السيدة زينب خاتون ولها دور وطني في التاريخ المصري، إذ شاركت المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية على مصر، فجعلت البيت مأوى للفدائيين ولتضميد جراح الثوار. We'll be right back.
ختم اليوم الأسبوع المغربي وهو الأول من نوعه في موريتانيا، أسبوع حاول من خلاله المنظمون تعريف الموريتانيين بمختلف جوانب التراث الثقافي المغربي من صناعات يدوية متقنة وتراث فني غنائي أصيل. الطرب الأندلسي المغربي يتردد صداه في العاصمة نواكشوط. والأولوية في الغناء والإنشاد للشعر الفصيح ما دمنا في بلاد الشعر والفصاحة. أكثر من 3 عقود والحمد لله مشلنا بزاف ديال الدول، وكانت بزاف ديال التبادلات الثقافية، ولكن كتبقى الزيارات ديالنا نواكشوط عندها واحد الميزة، لأنه كاين أولا تجاوب مع الجمهور لاستعمال اللغة العربية. المتابعون لفعاليات الأسبوع المغربي في موريتانيا استمتعوا بمختلف أصناف الطرب الأندلسي مثل الموشحات، الملحون والغرناطي. صبرت قلبي عنكم فأجابني. الألحان المغربية استقطبت هنا الكبار والصغار على حد السواء. في هذه الفعالية شاركت كذلك فرقة جناوة في أول تظاهرة لها خارج المغرب بعد تصنيف منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم لها قبل أيام ضمن التراث اللامادي للبشرية. الجناوة أو موسيقى العبيد كما يسميها البعض، وإن عبرت عن شجن وألم فإنها تتدفق إبداعا وأمل. الأسبوع المغربي في نواكشوط عرف الجمهور الموريتاني بمختلف جوانب التراث الغنائي في المغرب وبالصناعات اليدوية على اختلافها وتنوعها كذلك. على هامش الأسبوع أقيم معرض ضم مختلف أصناف الصناعات التقليدية. أسبوع مغربي مهم لمعرفة التراث المغربي اللي من شأن موريتانيا أيضا هتستفاد منها، وشأن أيضا القائمين عليها من المغاربة أنهم يستفيدوا من التجربة الموريتانية ومن خصوصية أيضا موريتانية. الصناعة اليدوية المغربية كشفت كذلك عن موروث مشترك بين البلدين، موروث يمكن إن أحسن توظيفه أن يكون عامل تقارب واستقرار ووسيلة كسب ونماء. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط. من بيتر أوتول وهو يجوب صحراء وادي رم على حصانه في فيلم لورنس أوف أريبيا عام 1962
إلى مات دايمن وهو يقود مركبته الفضائية وسط تضاريس الصحراء التي تشبه سطح المريخ في The Martian عام 2015، يجذب الأردن المعروف بتنوعه الجغرافي صناع السينما العالمية. وكانت السلطات قد أسست عام 2003 هيئة تقدم التسهيلات والمساعدات التقنية والإدارية والفنية للإنتاج السينمائي بهدف تشجيعه على اختيار الأردن. ويفخر مدير عام الهيئة الملكية للأفلام مهند البكري بأن الأردن استوديو ضخم مفتوح في الهواء الطلق. كثير ناس أجوا صوروا بالأردن على إنها فرضا بمدينة معينة اسمها مدينة مادبة، مدينة قديمة، بيوت قديمة، على إنها اليونان. في ناس صوروا بوادي رم على إنه مارس المريخ. في ناس صوروا بالأزرق على إنها لأنه الأزرق فيها مسطحات مائية كثيرة، على إنها شرق آسيا. يعني كل المواقع هذه بتلاقيها بمكان واحد مختلف، يعني كتير صعب انك تلاقي هذه التضاريس المختلفة بنفس المكان. ومش فقط هيك، مسهل لك انك تستخدمها ومسهل لك انك تصور فيها. كل الافلام انتهوا بشغلهم بالاردن في مبلغ اقل من الميزانية، ما زادوا عن الميزانية تبعهم ابدا، والأهم من هيك بوقت أقصر. بالنسبة لهم يكون عنده ممثلين كبار والآخرين يوم زيادة بكلفهم ألاف الألاف. أعطيك مثال، اشتغلنا على فيلم ستار وورز 5 أشهر، الممثلين أجوا آخر 10-12 يوم. حقيقة كانت مشاركتي بمشهدين، لكن هذول المشهدين كانوا مهمات بالنسبة إلي، إنهم يقدموني قدام المخرج الأمريكية كاترين بيجلو، وقدام كمان زميلي الممثل جيسون كلارك اللي هو من أصل أسترالي. هذا عزز ثقتي بنفسي أكثر وخلاني أكون واقف على تجربة مهمة تدفعني أكثر باتجاه إني أكون متواجد بمساحة أكبر وفي دور أكثر، يقدمني كممثل أردني أولاً، عربي ثانياً، شرق أوسطي ثالثاً. نبدأ في تجسيد مشاعر الشخصيات فور وصولنا إلى الأردن. فمثلا عندما كنا في وادي رم عشنا تجربة الرهبة التي يجب أن تشعر بها الشخصية. بالنسبة لي كان الأمر مذهلا للغاية. That you want to infuse the character with. Oh, it's beautiful. You know, like Will said. هذا رائع. مثل ما قال ويل، عندما تكون في هذا المكان، فمن الطبيعي أن تتأثر الشخصية به. How that then informs the character and kind of embodying the character. وينضم إلينا من عمان مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية للأفلام. مساء الخير أستاذ مهند وأهلا بك. إذن يعني لو تشرح لنا بداية وتعطينا فكرة لي وللمشاهدين، طبعا لا أشكك بقدرات الأردن إن كان الجغرافية أو الترحيب يعني بالغرباء والأجانب والتسهيلات التي تقدمونها، لكن ما الذي أيضا يجذب صناع السينما إلى بلدكم؟ مساء النور. بداية اسمحي لي أن أشكركم لاستضافتي في هاي المنصة اللي عم بتسلط الضوء على الثقافة والفنون، وهذا شيء بنحتاجه بشكل كبير لفهمه ولممارسته في الوطن العربي.
طبعا يعني التقرير وضح كثير من النقاط اللي الهيئة الملكية للأفلام بتقوم فيها وكيف عم بيكون في إنتاجات بتجي من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه الموقع الجغرافي ليس فقط عم بيعتمد على المواقع المختلفة اللي في الأردن، ليس فقط تعتمد على شركات الإنتاج لتجي تصور، بهم شركات الإنتاج يكون في بنية تحتية اللي بتدعم وبتساعد إنتاجاتها. يعني يعني لما بنحكي على بنية تحتية عم نحكي على طواقم مدربة، عم نحكي على معدات وأجهزة عم بتكون موجودة في الأردن، ما بيحتاج الإنتاج الأجنبي أو حتى العربي إنه يشحنها من 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 خارج من خارج الأردن. نعم. لما بنحكي على خدمات وتسهيلات، نعم، معدات وتسهيلات كاملة اللي ممكن إنها يعني تسهل مهمة الإنتاج. لكن هل في تبادل خبرات مثلا مع طبعاً. فنيين ليس ممثلين، فنيين أردنيين طبعاً. إن كان في التصوير، في الإضاءة، في يعني هذا فريق ضخم بكل تأكيد. 100% طبعا، دائما في بين الأردن والإنتاجات اللي بتصير اتفاقيات بأنه في جزء كبير من الطاقم لازم يكون طاقم أردني، وبياخدوهم مش فرضا عليهم إلا أنه competitive، يعني يكون هذا الفريق العمل عم بيقدر يقدم الخدمات اللي ممكن يقدمها. هذا واحد. اثنين، في جزئية مهمة إنه الأردن بتعمل تحفيز ضريبي وإعفاءات للإنتاجات اللي بتجي للأردن. من خلال هذا التحفيز بنقول لهم نحن مساعدكم بالحوافز الضريبية، إلا إنه لازم توظفوا عدد معين من الأردنيين كطاقم عمل، مش الأشخاص اللي ممكن إنه يعملوا خدمات كقيادة السيارات أو كإدارة المواقع. أيضا نطلب إنه لازم يكون في فريق قاعد عم بتدرب، اللي مسميهم interns، متدربين عم بياخدوا أدوار في داخل الدوائر اللي عم تشتغل بالفيلم، سواء كانت الكاميرا ولا الإضاءة ولا المونتاج ولا أي عمل عم بينشغل عليه بخلال هذا الفيلم. هذه عم تثري الطاقات الأردنية، عم تعطي فرص عمل أكبر، عم تخلي فيه استثمار أكبر في الأردن بمجال الأفلام. هي صناعة كبيرة، نعم، عم بتحط الكثير من الأموال في الأردن. نعم أستاذ مهند، لكن أيضا هناك من يعتقد أن هذا الأمر الذي يدعو للبهجة بكل تأكيد هو سلاح ذو حدين، لأنه كثير من الإنتاجات الغربية تلجأ إلى منطقتنا من نظرة استشراقية، يعني إن أرادت أن تحكي عن التخلف، عن الفقر، عن التنميط من حيث اللباس أو الشكل، فهي تلجأ إلى مناطقنا. هل توافق على ذلك؟ يعني ممكن يكون في بعض الانتاجات، وهذه الانتاجات اللي بتجي بتكون قليله، كانت يعني هذه وجهه نظري الشخصيه، كانت هوليوود مسيطره على كيف بدها تطلع شكل العرب وشو الخلفيات تبعتهم، الا بهلا منصات الستريمينج اللي عم تطلع صاروا يطلبوا المحتوى العربي اللي قاعد عم بيطلع من الوطن العربي ومن منتجين ومخرجين وممثلين عرب. نحن بالأردن يعني لأول مرة في تاريخ الأردن بيتم إنتاج 3 أفلام روائية طويلة من مخرجين ومنتجين وكتاب وطاقم عمل أردني، بحدود 14 فيلم قصير. هذه بسنة 2019 عم بتخلي أردنيين يحكوا قصصهم ويشاركوها مع العالم. يعني دائما في الجهتين. بالفترات الماضية يمكن كان الإنتاجات العربية اللي بتحكي مين نحن وشو قصصنا وشو حضاراتنا كانت ممكن أنها تكون أقل، لكن هلأ الفيلم صار يلعب دور كتير كتير مهم في أنه نعبر عن نفسنا ونحكي قصصنا. نعم أستاذ مهند البكري، إذن المدير العام للهيئة الملكية للأفلام، عقبال الأفلام أيضا القادمة نتمنى أن تكون كثيرة. شكرا جزيلا لك. يحذر خبراء من أن التغير المناخي يسبب بالفعل مشاكل خطيرة في المغرب، خصوصا في ظل انخفاض مستويات هطول الأمطار الذي يؤثر على كل شيء من الواحات الصحراوية إلى الغابات الجبلية ويهدد بزوالها.
واحات المغرب الخضراء مهددة بالزوال، أنهارها التي تبعث الحياة وسط الصحراء القاحلة باتت تجف بسبب التغير المناخي الذي يقف لها بالمرصاد. متوسط درجات الحرارة ارتفع بمقدار درجة إلى 3 درجات مئوية، فيما قل هطول الأمطار بنسبة أكثر من 11% مقارنة بثلاثة عقود مضت. المغرب كباقي الدول دول البحر الأبيض المتوسط فكيخضع بطبيعة الحال حسب يعني التخمينات والدراسات للتقلبات اللي كتهم أولا يعني انخفاض بالنسبة للتساقطات المطرية ككل، كيتم يعني تقييم هذا الانخفاض حسب المناطق، لأن كاين هناك بعض المعدلات اللي كتشير ربما مع نهاية القرن تكون ناقص 15 أو 20%. معدلات مخيفة، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا في ظل ارتفاع متواصل في استهلاك المياه السنوي وقلة عدد السدود التي تحافظ بشكل أساسي على رطوبة مزارع النخيل. المغرب من بين البلدان التي تعاني من آثار تغير المناخ. القطاعات المتضررة هي المياه والزراعة والساحل والغابات. خلال العقد الماضي أصبح المواطن العادي وليس فقط الخبراء يدرك أن تغير المناخ يتسارع. خطوات جادة تلزم المواطن والحكومة بالمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، فالمناخ القاسي يمكن أن يؤثر بشكل جدي على واحدة من عجائب المغرب الطبيعية التي يفخر بها. نفذت مجموعة شبابية مبادرة بعنوان صنع في السودان، هدفت للترويج للصناعات المحلية الخفيفة، ونجحت في استقطاب عدد كبير من السودانيات بأعمار مختلفة برعنا في صناعة منتجات عدة فضلا عن تدوير النفايات. الفكرة دي جات يوم من الأيام، جينا كان في المتحف القومي هنا في يوم سموه يوم الكنداكا قبل شهر 9 في المتحف القومي هنا، ولما جيت أفضل جيت الإبداع ما شاء الله يعني، جيت على أي واحدة وأي زول مشارك هنا شلت رقم تلفونه وديت الفكرة إنه ما إحنا ما نعمل جروب ونبدأ بهاشتاك صنع في السودان. الإيفنت شملنا فيه كل الفنانين، رسامين، تشكيليين، شعراء، أي بيقول ينتمي للمجال الفني جمعناهم هنا عشان نشير رسالتنا دي، بأننا كلنا لو اجتمعنا كده بنوصل الرسالة الصحيحة. وأغلب المشاركين من النساء، يعني 70% زي ما شاركين 80% النساء، يعني المبادرة تشجيع لنا هم ذات عشان بعدهم ينفضوا الغبار ويبدأ بعد يبدأوا مشاركين بالجلود، الصناعات الجلدية والإكسسوارات والفخار والنحت والخزف والتشكيلية كده، والمصممات مصممات أحذية ملابس ثياب. وإحنا اخترنا بالذات المتحف القومي لأن إحنا فكرتنا مختلفة عن البازارات، ما متاجر بس وبيع بس، اخترنا المتحف عشان دارين نروي للسياحة في السودان ونحيي المناطق السياحية في السودان. بشتغل كروشيه عموما، يعني بشتغل اي حاجه في الكروشيه ما عندي مشكله، لكن اكثر حاجه بركز على الكريم وشغل الكريم، شنط، دعاسات بالكريم برضو، جزم وفواط، يعني اغلب الحاجات بالكروشيه بشتغل. Thank you.
فاصل أخير مشاهدينا تتابعونا بعده. الجنود المجهولون وراء مهرجان الصين الدولي للجليد في شباك الدنيا. هل منح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الإيغور المضطهدين في الصين الجنسية التركية؟ إقبال تليلي يوافينا بالإجابة بعد قليل في شباك أصفر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كل عام تحول الصين الصقيعة إلى منحوتات فنية في مهرجان دولي للجليد يجذب مئات الآلاف من سكان العالم ويحقق المليارات من الإيرادات. نتعرف في التقرير التالي على جنود هذا المعلم الذين يعملون في الظل تاركين وراءهم الأثر الأكبر. جنود مجهولون وراء تحويل هذه البحيرة المتجمدة إلى عالم من الفن والجمال. فالتماثيل والمجسمات الثلجية التي تبهرنا كل عام في مهرجان هاربن الدولي للجليد هي حصيلة مكعبات جليدية ضخمة يسحبها هؤلاء العمال كل شتاء. ليو وزملاؤه يبدأون عملهم قبل بزوغ الفجر، يتحدون قساوة الطقس ويتجاهلون خطر الانزلاق إلى المياه المتجمدة بغية كسب المزيد من المال. في فصل الشتاء ليس لدي ما أفعله في المنزل، لذا أخرج لكسب بعض المال. أقطع الثلج كل عام كي لا يصيبني الملل. يستعمل هؤلاء العمال منشارا آليا ضخما لتقطيع السطح الجليدي إلى مكعبات كبيرة، ثم يقومون بالضغط في إيقاع منتظم لفصل المكعبات عن بقية النهر المتجمد. وفي الختام يضعون المكعبات واحدا تلو الآخر على حزام ناقل لترفع لاحقا إلى الشاحنات. في الماضي كان عشرات الأشخاص يجرون مكعبات الجليد بالحبال، الآن يستخدمون الرافعات الشوكية. في ذلك الوقت كان الناس أكثر قوة. في الوقت الذي يستقطب فيه مهرجان الجليد سياحا من كافة أرجاء العالم، لا يزور ليو وزملاؤه المعلم القريب جدا من مكان عملهم، ويكتفون بمراقبة ما آلت إليه جهودهم عن بعد. فتأشيرة الدخول إليه مرة واحدة توازي أكثر من نصف ما يجنوه من الفجر إلى النجر. والآن ككل أربعاء إلى جولة نطلع من خلالها على أبرز الأخبار غير الدقيقة والزائفة في شباك أصفر مع إقبال تليلي. مساء الخير إقبال. مساء النور ديما، أهلا وسهلا. أهلا فيك، كل عام وأنت بخير. شكرا. شو بيمر هالأسبوع بسرعة؟ إن شاء الله نحاولوا. نحاول. أزمة الإيغور المتفاعلة منذ أشهر، حيث تداول عشرات آلاف مستخدمي موقع فيسبوك خبرا مفاده أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن منح جنسية بلده لكل أبناء أقلية الإيغور المسلمة التي تتعرض للقمع في الصين. وجاء في نص الخبر: إردوغان يعلنها ويمنح جميع مسلمي الإيغور الجنسية التركية وإقامة مجانية دائمة لهم في تركيا. وسند الخبر إلى فيديو نشرته وكالة الأنباء العالمية، تداولته عشرات الصفحات على موقع فيسبوك، من أبرزها صفحة الإعلامي المصري محمد ناصر علي، وشاركه فيها في 24 ساعة فقط ما يقارب 50 ألف مستخدم. ونستطيع أن نقرأ عشرات التعليقات
من نوع الله يبارك فيك يا زعيم العرب وأمل الأمة، الله يحميك يا سلطان يا زعيم الأمة، سوف تكون الخليفة للمسلمين، اللهم أنصر من نصر المستضعفين وأخذل من خذله. يعني الله يحنيك يحميك. يحميك بحرف الميم وليس النون. طبعا نعرف أن الصين تواجه انتقادات متزايدة عالميا على خلفية الشبكة الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في إقليم شينجيانغ غربي الصين. الصين تعتمد نظاما صارما في مراكز الاحتجاز في هذه المنطقة، حيث يتم احتجاز قرابة 1,000,000 من أقاليم الويغور المسلمة، وهي واحدة من 56 إثنية في الصين، هم مسلمون بشكل أساسي ويتحدثون لغة مشتقة من التركية. الرئيس رجب طيب إردوغان من بين قلة من القادة المسلمين الذين انتقدوا ممارسات الصين ضد الإيغور الذين تربطهم بتركيا علاقات لغوية وثقافية، ولكن الحديث عن إعلانه منحهم الجنسية لا أصل له من الصحة، فالخبر لم تنقله أي وكالة أنباء رسمية بما فيها الوكالة التركية ولا حتى أي وسيلة إعلامية ذات مصداقية، ما يجعل الخبر ضعيفا وغير صحيح. بس هنا بيقولوا عمول خير وأرمي بالبحر، وبتعرف هو يعني متدين، ومن يفعل خيرا ما بيقول هو يعني إحقاقا الحق. هو من القلائل الذين نددوا بسياسة الصين تجاه يعني هذه القلائل، ولكن مو لهالدرجة بالضبط يعني لم يمنحهم الجنسية لحد الآن. نتمنى هذا، ولكن إلى حد الآن لم تمنح لهم أي جنسية غير الجنسية الصينية. وننتقل إلى الموضوع الثاني الذي هو أيضا مرتبط بالعلاقات التركية الصينية، ولكن من ناحية كرة القدم، حيث حظيت صورة يدعي نشروها أنها تظهر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل وهو يدوس على العلم الصيني بآلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي. نرى في الصورة التي ترونها على الشاشة النجم الألماني وهو مسلم من أصل تركي جالسا على كرسي وواضعا رجله فوق العلم الصيني. الصورة حظيت بعشرات آلاف المشاركات، وجاء في التعليق المرافق لها رجل على حاقدين والرجل الثانية على الصين. وكان أوزيل قد انتقد الصين على تعاملها مع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ وخاصة أقلية الويغور، وكتب تغريدة على حسابه على تويتر انتقد فيها تعامل الصين مع هذه الأقليات، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الويغور في وجه الانتقادات الفظيعة التي يتعرضون لها. ودفعت تغريدة أوزيل إلى القناة الرسمية في الصين إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأسبوع الماضي، كما حذفت شركة صينية اللاعب من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم إلكترونية في البلاد. ولكن الصورة المتداولة هي مركبة، أما الصورة الأصلية فقد نشرها اللاعب على حسابه على موقع إنستغرام مثل ما نراها على الشاشة في أكتوبر الماضي، ولا نرى أثرا لأي علم صيني، بل هو يضع رجله على فوتوشوب يعني على أريكا أو شيء من هذا القبيل وليس العلم الصيني. ومن الصين وتركيا ننتقل إلى العراق. في ظل الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر عام 2019، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي نشيره أن المغني والملحن العراقي كاظم الساهر يدعو إلى إعادة دوام المدارس، فيما يوحي بأنه يعارض إضراب المعلمين في بلاده في ظل عدم في ظل إغلاق المدارس منذ أسابيع في هذا البلاد. نشاهد التعليم ثم التعليم ثم التعليم، لا شيء يضمن مستقبل أطفالنا أكثر من وجودهم في المدارس. التعليم ثم التعليم ثم التعليم. يعني هذا المقطع الفيديو أرفق بالتعليق التالي: الفنان كاظم الساهر يدعو إلى إعادة دوام المدارس بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضرابا عاما أدى إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة بغداد وجنوب البلاد، والشلل في هذه المدارس مستمر إلى يومنا هذا. وقد بدأ انتشار هذا الفيديو منذ حوالي أسبوع وشاركه مئات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اليوم نفسه الذي انتشر فيه هذا الفيديو انتشر كذلك وسم دوام بأمر الشعب، عبر من خلاله مستخدمون على موقع تويتر عن آرائهم فيما يتعلق بوقف دوام المدارس في العراق. ولكن يعني هذا الفيديو هو صحيح، ولكن هو عنده أغنية علمني حبك قصده على التعليم يعني هذه أغنية غرامية ولا علاقة لها بالتعليم، ولكن الفيديو الذي رأيناه هو قديم عم تمزح ويعود إلى العام 2017 وهو من إنتاج اليونيسف تحت عنوان رسالة من كاظم الساهر سفير اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول تعلم الأطفال في المنطقة. نشاهد الفيديو الأصلي.
التعليم ثم التعليم ثم التعليم. لا شيء يضمن مستقبل أطفالنا أكثر من وجودهم في المدارس. يعني ما حصل أن الأشخاص أخذوا هذا الفيديو، بس الموسيقى كتير حزينة، يعني الموسيقى فيها دعوة لعدم إرسال الأطفال للمدارس. يعني هذا من اختيار نظام الأمم المتحدة ويجب أن نعيبه، ولكن من أخذ هذا الفيديو ووضعه الآن يعني حذف الجزء الذي يشير إلى اليونيسف، ويعني تم تلاعب بجودة الفيديو حتى لا يبدو تبدو علامة اليونيسف على قميص الفنان العراقي. نعم أقبال، شكرا جزيلا لك. شكرا على الأخبار الكاذبة والمسلية. نلتقي الأسبوع المقبل. شكرا. والآن موعدنا مع أنا العربي، منصتنا على الإنترنت، ونعرض من إنتاجها اليوم قصة عن صحفية إسبانية تعتذر بعد ربحها جائزة يا نصيب. قبل الختام نطلع على بعض مواضيع حلقة يوم الغد. مرض الثلاسيميا يهدد أطفال ليبيا، خاصة بعد تدهور القطاع الصحي بسبب الأوضاع هناك. نناقش في موضوعنا الرئيس وضع القطاع الصحي في ليبيا. النطف المهربة، انتصار للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتفاصيل غدا في شباك فلسطين. الحديث عن الأشجار في المنتجلي وثق حياة 4 سينمائيين سودانيين، والمزيد في شباك الفنون. ونختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد، يأتينا اليوم من فنلندا ولحظة انطلاق بابا نويل من منطقة لابلاند الفنلندية في الدائرة القطبية الشمالية في رحلته السنوية لتوزيع هدايا عيد الميلاد على الأطفال في جميع أنحاء العالم عدا المشاغبين طبعا، أو ربما خاصة المشاغبين. كل عام والجميع بألف خير. نترككم إذن مع هذه اللقطات، ونلتقي غدا في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء. Hello, hello, and Merry Christmas to everybody. Another year over. The preparations have been made,
and it's time to start delighting people around the world. I hope you have a nice and relaxing Christmas with friends and family. Also, remember to look around and to be a friend to the lonely. Very Merry Christmas. Merry Christmas to each and everyone. Bye. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas to the back of the-